ارتأت مديرية الخدمات الجامعية على غرار باقي المديريات في تنظيم إفطار جماعي على شرف هؤلاء الطلبة الدوليين، حوالي 5 جنسيات جمعناهم لهذا الإفطار بحضور كل أسرة الجامعية من سيد مدير الجامعة، السادة كل رؤساء نواب مدير الجامعة، وكذا رؤساء التنظيمات الطلابية وطالبات الإقامة الجامعية التي أبينا إلا أن يشارك في هذا الإفطار الجماعي على شرف الطلبة الدوليين. وتشرفنا إن شاء الله بحضورنا والطلب الدوليين بكوننا إحنا الفلسطينيين والموريتانيين ومن موزمبيق ومن زيمبابوي، متشرفين ولنا الشرف إن شاء الله، وربي يبارك فيهم وما قصروش معانا.